très cher, merci d'avoir patienté. On reçoit toujours Monsieur Mohamed Ashwak des États-Unis. C'est un MEE, un Marocain résident à l'étranger et artiste peintre. Sa palette est pleine d'émotions, pleine de couleurs. Le pays voyage avec lui, en lui. Et lui, elle exalte l'amour de son pays à travers une symphonie pleine d'humanisme, pleine de relations humaines, pleine de lumière et aussi plein de messages à passer. Donc, on vous laisse avec Monsieur Ashwak Mohamed. Ashwak, ça veut dire la nostalgie. Il emporte la nostalgie du pays avec lui. Il va nous conter qui Mohamed Ashwak, automatiquement qui vient du Wilfa de Casablanca, Casa la Grande, Casa les humains, Casa la créativité, Nasr Rewan, Mcheb, Louak, Raja, Casa la Grande et Casa aussi l'humanité. Bienvenue Monsieur Mohamed Ashwak. Et automatiquement, comme vous savez, c'est la coutume de la chaîne du canal DH. Lorsqu'on reçoit un artiste à travers le monde, il parle sa langue maternelle. Et aussi le dialogue, l'interview se passe ainsi. Ahlan bikoum l'oustad Mohamed Ashwak, الفنان الذي يحمل أشواق الوطن والحنين إلى ديار المهجر بالطبع إلى أمريكا ومن هنا من هذا المنبر نحيي كل مغاربة العالم بالطبع الإيجابيون فأهلا بكم محمد أشواق حدثونا عن من هذه الشخصية الفنية العظيمة وبالطبع فبصمته الفنية طابع منفرد أهلا بكم محمد أشواق. أهلا أخي الكريم سي عبد العالي. أشواق محمد من مواليد الدار البيضاء سنة 1969، فنان تشكيلي عصامي. بدأت أتناول الفن التشكيلي منذ الطفولة، منذ 6 سنوات ليومنا هذا. كانت رغبتي هو الفن التشكيلي، الرغبة الوحيدة التي شي حاجة سميتها صباغ، شي حاجة الألوان، شي حاجة سميتها يعني طبيعة، سميتها حياة، سميتها بزاف ديال المواصفات. كنت أحب ذلك الفن ومازلت أحبه جيدا جدا. كان عندي هذا الفن كالأكل. أنا أفضل الفن عن الأكل بهذا الأسلوب هذا. يعني من ضمن أن عندي عائلة تتعلق من عدة فنانين، منهم الأب الله يرحمه ديالي، ومنهم عائلة الأب ديالي، تهما فنانين يعني فن تشكيلي والموسيقى وغير ذلك. أنا نشأت بينهما وترعرعت بينهما والتمست منهما هذا الفن الجميل. لحقاش ترعرعت بين هذا الفن الأصيل المغربي. هذا هو المصير ديالي حاليا. دي انا دابا يعني عشت من اجله. نعم، اذا
فالمسألة يا أستاذ يا مسألة متواترة أبا عن جد. أبا عن جد إذا فطنت على الريشة واللون، أليس كذلك يا أستاذ؟ نعم، عشان نقول لك بريشتي المتواضعة قمت بعدة أنشطة وبعدة يعني معارض وبعدة أعمال ليس لها حدود، ليس لها حدود ليومنا هذا. نعم، فنعرف أن مخيلتكم يا أستاذ جد معطاءة ولادة بالمفهوم، فتكوينكم تكوين أكاديمي أم هو تكوين على صامي؟ تكوين أكاديمي وليس هو تكوين عصامي، وليس هو بتكوين أكاديمي. حينما اشتغلت على العفوية، اشتغلت بالعفوية أكثر من الأكاديمية، نعم. وجميع أنواع لوحاتي التي أنجزتها ولا زلت أنجزها هي من مخيلاتي ليس من الصور. نعم، أعرف. أكثر لوحاتي هي مخيلات، هي غير خيالية، ليست لها يعني ما عندهاش بلاصة معينة موديل. أركز عليها في اللوح مثلا. نعم، فهذا هو الفنان المعطاء. فعلا هناك تيار، الواقع هي المفرطة والذي يحتم النقل بالدقة، ولكن أنا أفضل أن يتحرر الفنان من كل الأساليب، يعني أن لا يخدم بالموديل، من المخيلة، من الخزان الداخلي. ولهذا فقلت أنك تحمل الوطن معك، يعني لا تحمل الصور بل تحمل كل الوطن، وتحاول تركيب الصور من جديد وإعطائها للمتلقي في قالب منفرد بالطبع. فاللمسات لا يمكن إلا أن تعبر عن حب، عن اشتياق. فأين تجد نفسكم أكثر؟ في أي نمط؟ نلاحظ أن هناك عدة أنماط. إذا قرأنا قراءة أكاديمية للصورة نجد هناك التعبيري، هناك الانطباعي، وحتى هناك الأكواريل. فأين تجدون نفسكم أكثر؟ ولكم الكلمة يا أستاذ. نعم أخي، كما قلت الوطن في دمي، يعني الوطن يسكن دمي وأنا أحب وطني نعم، وأغار على وطني. ككل بمعنى أوفياء النبلاء. نعم، حتى من خلال الآباء ديالنا ربونا على حب الوطن، هذا الوطن العظيم الجميل، ولما لن نرسمه؟ لحقاش عندما يكون الفنان مجهول أكثر فهو يقتبس بعض المناظر، بعض الأجواء الأثرية، بعد المسائل اللي هي عظيمة ويشاهدها بالعين المجردة، لما لا نترسخ في ذهني وفي قلبي. نعم. ثم عندما أعمل أخرج بأسلوب آخر، بلا من يعني بلا من نحس، نعم أخرج من ذهني. نعم، تنقل مشاعرك في اللحظة بالذات عبر شفرات، قد نقول شفرات من اللون والضوء والأحجار.
وطبعا ما هو حبكم للمعارض الفنية؟ وبالطبع نعرف أن التربية الفن التشكيلي قبل ما تكون قواعد كتكون ملاحظات تؤخذ بالعين، والعين هي كما نقول فم لواحد الخزان، وتتخطى الأشياء أو تراكمات. فما دور المعارض والفنانين الآخرين في تنمية قدراتك الفنية والتعبيرية في الآن الواحد؟ المعارض أخي هي أسلوب وطريق لتعريف ما به تعريف الفنان. المعارض هي يعني هي واحد عندما يعرض الفنان يبين الأعمال ديالو للناس الجماهير والمشاهدين تيجو بعد الزوار ما يعرفش مثلا يرسم، ولكنه عنده شوفة ديال في العين. نعم. تيعرف تيميز، تيعرف الألوان، تيعرف تدخلني في روحه هذيك اللوحة واخا ما تيعرفش يرسم. عندما الزائر يعجب بلوحة في بعض معارض ديال أي فنان يعرف بأن هذه اللوحة ناجح، عنده ناجح 100% مثلا. لأن عندما تعجبه صغير أو كبير في المعرض هو اللي يبينك واش أنت فنان أو لا. ماشي المعرض تتبين في راسك بأنك خاص نعرض في المعرض باش نبان تكون أنا، نو. المعرض تتبين في الأعمال ديالك فقط باش الناس تعرفوها واش هذوك هما التعاليق ديالك. مثلا الفيسبوك، حنا نعرض الآن لوحتنا على الفيسبوك ونتلقاو تعليقات من عدة جماهير كثيرة، ولكن تما تتبان لك لأن راه كاين راه عندك عمل جد حسن، جد زعما من الحسن المستحسن الأحسن. نعم. طبعا وهذا المعرض ليس في انا عرفت مثلا في معرض راني طلعت راني وليت كبير، مي هو ملي تنعرض راني باقي صغير، راه غير تنشوف المستوى ديالي في الوسط، غير الناس يعلقوا عليك كاين النقاد اللي تيكتبوا عليك وكاين هذا، لان شكون مثلا هذا العمل في الوسط. نعم. ولكن انت ديما تتبحث وتتقلب على راسك وتتبحث في العمل ديالك وتزيد القدام، راه ماشي اي واحد عرض في معرض راه بان صافي راه كبر، باش نوريو نوضحوا للناس اي واحد يكون فنان ولا مبتدئ ولا اللي يكون خاصو يعرف بان المعرض هو مزيان يعرف، انما غير تيبين شكون راه هو. نعم. كتبين راسو في لوك شكون هو، واش عنده يعني كاين اجتهاد، كاين غيكون فنان غيكون فنان مثلا، هذا هو المعرض. نعم. فالفنان الحقيقي لا يقاس من خلال لوحة أو من خلال معرض، فالإبداع يبقى إبداع، يبقى اجتهاد قبل كل شيء، يحترم كيفما كان. هذا من جهة. من جهة أخرى، بما أنكم تكلمتم عن المبتدئين، فما هي رسالتكم للذين يطؤون الفن أو عالم الفن بصفة عامة وعالم الإبداع لأول مرة، أو الذين يريدون أن يطأوه؟ ما هي يعني المبتدئين بصفة عامة، ما هي رسالتكم لهذه الفئة؟ يا أستاذ، كلمة مبتدئين هو مبتدئ لا نهاية، يعني بالمعنى نعم. الفنان مبتدئ
جديد لا نهاية. يعني من يبدأ عنده حس فني، عنده موهبة في روحه، تبدأ لا نهاية فيما هو مبتدئ. من طبيعة الحال عندما يكبر تيشوف راسه ديما مبتدئ، ديما باقي ما وصل لوالو. بصيغة أخرى يا أستاذ، ليس هو الصراع نحو الأعلى، فالفنان دائما يريد أن يعطي دائما الأفضل، وليس كأنه مبتدئ أو غير مبتدئ. ولكن أنا تحدثت عن الناس، هناك شباب، هناك أطفال، هناك حتى يعني الفن دخوله ليس حكرا على عمر معين. يعني أول هناك فنان يبتدئون سواء بخربشات أو بأعمال مقلدة، أو يعني مبتدئ في أول الخطوات. طبعا الجيبة، الفنان هو الجيبة قبل كل شيء، ولكن أنا تحدثت عن من هم في أول الخطوات، لم يقوموا بأي معرض، ربما معرض بلوحة أو الفنان أخي الذين تكلمت عنهم المبتدئين، من شباب المبتدئ أو شبان ولا شوف أكبر في السن، يلا ابتدى البن، يعني خاصو يمارس ويتابع الأعمال الفنية بيجي وبحب وبصدق وبقلب كبير، لأن هذا الفن يعني ماشي يعني ديروا مثلا كما تنقولوا غير خضرة فوق الطعام ولا شي حاجة غير تدوز به الوقت، وإنما لا، خاص الإنسان المبتدئ يبدأ بحب، وتكون عنده أولا موهبة، ثانيا يكون تيحب هاد المهنة ديال الفن التشكيلي، ويكون تيحب الصباغة لدرجة درجة جنونية، حيت هي عندها بزاف ديال التفاسير، وإذا كانوا فيها الخواص راه غادي يوصل إن شاء الله الرحمن الرحيم على جدارة واستحقاق. إلا كانوا في هاد الخواص هذوك، ولا كان يتبع لبغي يقرا شي شوية مثلا، يقرا ويدير واحد الأكاديمي، كيدير واحد مدرسة ديال الفنون التشكيلية باش يتابع يعرف كيفاش يدخل واحد الأكاديمي باش يتكون وياخذ شواهد من مدارس. كاين اليوم الحمد لله ولاو مدارس ديال الفنون التشكيلية عندنا في المغرب، كاينين. نعم، وعلى البحث، فتكوين العصام دائما في الموهبة لا تكفي، يجب أن تسلح كذلك بالدراية الأكاديمية ومدارس الفن ويقرأ تاريخ الفن، لأن هناك حقب، لأن الفن دائما رسالة، فإذا أردنا أن نمرر الرسالة عبر لوحة يجب أن تكون لنا ثقافة، أولا ثقافة لتمرير الرسالة بمفهومها الشمول الإنساني والجمالي، وحتى لكي نبقى في سياق الفن دائما. فحدثتنا يا أستاذ عن مسقط الرأس، حدثتنا قليلا عن مسيرتك الفنية، ولكن لم تحدثنا عن أين تسكن الآن في أمريكا. سمحتي عاود السؤال أستاذ، ما تنسمعش مزيان. أستاذ، قلت لكم حدثتمونا عن مسقط الرأس فين زاديتو، حدثتمونا قليلا عن مسيرتكم الفنية، ولم تحدثونا عن أين تسكنون الآن الإقامة. أقطن الآن بمدينة الدار البيضاء. نعم. حالياً أقطن بمدينة الدار البيضاء، أعيش هنا. نعم.
الشفاه. نعم. ومسيرتي الفنية يعني أزاولها كلها. عشتم بديار الغربة. باستمرار، باستمرار أزاول هذه. نعم، وعشتم بديار الغربة بأمريكا. لأنني قدمتك على أنك من مغاربة العالم، فقد هذا خطأ يجب تصحيحه. فدائما، ولكن أعتذر، لأن فكانت مشاكل في الصوت، وكانت وقدمت قبل أنني لم أخذ بعين الاعتبار. فالذي يعرفني فأنا ليس من طبعي أن أبحث عن الصغيرات أين ومن أين، فأعتذر للمشاهدين. فضيفنا هو بالطبع يسكن دائما بالدار البيضاء وليس مهاجر، ولكن ليس هناك فرق. فنحن نستقبل الفنانين عبر العالم، يعني سواء مهاجر أو مغربي أو لا فرق، سواء بجنسية أخرى. فالقناة ليست قناة قومية أو مغربية، فهي قناة المبدعين عبر العالم. إذا حدثنا عن الأجواء الآن بالدار البيضاء، فهل دائما هناك احترام تام للحجر الصحي، أم هناك بعض الانزلاقات؟ نعم أخي، الدار البيضاء الآن تعيش أجواء ديال هذا الوباء أو الابتلاء. كنتمنى بعدا من عند الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم، إذا بغى الله سبحانه وتعالى. نعم. وحاليا في مدينة الدار البيضاء يعني كاين واحد التزامات ما بين الشعب والمواطنين والدولة، يعني كاين واحد احترام واحد التزامات هي جد جيدة الحمد لله. وحنا نتسناو ان شاء الله الرحمن الرحيم الاعانه ديال الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا هذا الوباء. حنا متاسفين في الحجر الصحي، والكل دابا داخل لحالو ترونكيل في الحجر ديالو الصحي، يمتتع مع ابنائه، يستمتع هو واولاده وابنائه وعائلته الحمد لله. ونتمنى الله تعالى يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، والابتلاء اللي ابتلينا به الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا ربي. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الامم العالم كامل ان شاء الله. حفظكم الله. الله سبحانه وتعالى الافراج. نعم، وما هي مشاريعكم المستقبلية أخ محمد؟ المشاريع؟ مشاريعك المستقبلية إن شاء الله بعد كورونا، ما هي مشاريعكم؟ المشاريع إن شاء الله. نعم، الفنية بطبيعة الحال. هو ليس عندي أنا مشاريع، وإنما نتمنى من عند الله ترجع الامور لمجاريها ان شاء الله الرحمن الرحيم، وترجع الوقت كما كانت من قبل، وترجع الامور مزيانه، وكل ياخذ الطريق ديالو اللي كان فيها. وبغيت تكون هذه الخطره ان شاء الله هذا درس، الانسان خاصو يديرو يعملو في راسو بان هذا درس من عند الله سبحانه وتعالى. الناس خاصها تاخذو ديرو في راسها بان حنا خصنا نتسامحو مع نفوسنا بعدا طبيعة الحال، نتسامحو ونخرجو نتسامحو مع بعضياتنا. تصالح مع الذات يا اخ يا فنان، نتصالح مع ذواتنا. نتصالحو مع ذاتنا
ومنين نخرجوا نتصالحوا مع احبابنا بطبيعه الحال. بالمعنى نتصالحوا مع الناس ونتصالحوا مع احبابنا ونديروا الخير ونديروا الحاجه اللي فيها اساليب طيبه وزوينه. نعم. ما بقيناش نعملوا شي حوايج اللي ما تفرضيش الله، يعني اللي هما خايبين من طبيعه الحال. كنتمنى هذا الشيء يكون. انا هذه نصيحه وتنقول للناس بقاو في داركم وما تخرجوش، هذا راه ماشي لام وراه ماشي فليا، راه وباء خطير فتاك تيقتل الكبير والصغير. نعم. ما تيقتلش غير الكبير ولا اللي مسن ولا مريض بالقلب ولا شي حاجه، يقدر ياثر في اي واحد والله الا بغات كيدي. والمشكل والمشكل حسب الصحافة أن هناك حالات بالصين عاد إليها المرض، هذا هو المشكل. نعم. وحنا الحمد لله ونشكره اللي حنا ماشي بحال دولة الصين أو الأمريكان أو فرنسا أو الطاليان أو الإسبانيون. العالم تأدى بزاف والحمد لله على بلادنا وعلى هذه الالتزامات اللي لازم هذا الشعب، هذا الشعب الجميل يعني هذا الوطن العظيم. هو واحد التزام وتضبط وضبط واحد، ماشي ما نهضروش على شي بعضين، انما الناس انضبطت. دائما هناك استثناءات، دائما هناك استثناءات فعلا. ف الحكومه قايمه بالواجب ديالها، الله ينصرهم والله يعلي الدرجه ديالهم والله يوصلهم للمقام الكبير، لاننا قايمين بالواجبات الكبيره ديالهم. وتنشكرهم من هذا المنبر للحكومه المغربيه ولا السلطات ولا كل شيء قايم بالواجب فعلا. تبارك الله على الطب ولا اصحاب الامن ديال اصحاب النظافه اصحاب كل من يخرج كل من يخرج من اجله من اجل خدمه الاخر. هنا نعمم، ليس فقط عامل النظافه وليس الاطباء، كل هناك فئات عده، فهو في هذا الوقت بطل. وفعلا ما وصل اليه المغرب هو تعبير على نضج الوعي الاجتماعي. فالوعي الاجتماعي ليس سهلا بأن ينضج شعب بأكمله في نفس الوقت ويتلاحم بكل طيوفه لمواجهة هذا الوباء. فإذا تحية لكل الشعب، قاطبة لا حكومة ولا قمة، على رأسهم صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله في هذه الأمور، أبان على أنه فعلا القائد بمعنى الكلمة وليس فقط الملك، لأن القائد هو الذي يقود ويتزعم ويكون هو المثال. فتحية وطوبى لمغربنا بشعبه وملكه وفعلا بكل أطيافه. نحن لا فنانين وكل من يعطي في هذه الفترة، وفعلا ففكرة حية دائما للضحايا. فهل هناك، وبالطبع دائما نكسر القواعد، فقد جرت عادة القناة أو كشخص أن يطرح الضيف أسئلة إذا كانت لكم لدمق الحوار. نعم بالفعل انا تنحيي من هذا المنبر جلالة الملك محمد السادس الله ينصره والله يحكي لينا، وقام بواحد المجهود جبار، يعني ما تخلاش على الشعب ديالو وما خلاش الوطن يعني في واحد المحنة. هو ساند هذا الوطن لانه ابن هذا الوطن اولا. تنحييه بزاف والله يخلي لينا والله يحفظه والله يعطيه صحته. السؤال قلت يعني من عادة القناة أن الضيف يطرح على القناة
الى عنده شي اسئله من باب دمقراطة الحديث. فاهلا الى عندك شي اسئله اللي طرحوها على القناه، اهلا بكم يا فنان. فنحن اهل الاشاره، اذا كاين شي نقد على الهواء مباشره فنحن لا نسجل. فاهلا، فلمن لا، مرحبا، لكم الكلمه استاذ. لا لا، اتمنى للشباب ان شاء الله القادم، نعم، الله الرحمن الرحيم، وسيرتو هاد الشباب اللي عنده واحد الطموح وواحد الميول لهذا الفن التشكيلي، بغينا ليه واحد المستقبل يكون زاهر ان شاء الله الرحمن الرحيم، وواحد تكون عنده مسيرة كبيرة، ومازال عنده مسيرة كبيرة. بغينا يعني هو يكون قدوة لهذا الوطن، ولهذا ويكون خلف لهذا الناس اللي غادي يمشوا من بعد، وغادي يجوا واحد يعني غادي يجوا واحد جي ناس اخرين، فنان اخرين جداد. نعم، فالفن يتعصر يتطور حسب الحقيقة. أستاذ، كلمة في حق القناة، سواء تعطينا سؤال فيما يخص البث أو طريقة الطريقة اللي هي أولا عصامية وثانيا كأول جايبة في العالم، يعني نبوت، وكذلك البرمجة على شكل القنوات الرسمية أو بعض القنوات. فإذا عندكم شي سؤال للقناة وكلمة في حق هذه القناة. أنا تنشكر هذه القناة ديالكم. شكرا جزيل الشكر. اجتهاد شخصي. واللي عطاتني واحد الفرصة لكي أتكلم وأعبر كل التعابير. وأشكرك أستاذ السي عبد العالي. شكرا. الواجب. والناس اللي مشاهدين الكرام اللي تشاهدونا من داخل الوطن وخارج الوطن، يعني اناشد الكل بجزيل الشكر. لا لا يقطع هذا الشكر، لا يقطع. العفو. لا يباع ولا يشترى. العفو. فهو الواجب فناننا الكبير محمد أشواق، لمد جسور التواصل أولا بيننا وبين الفنانين، فأغلب الفنانين لم يكن هناك تواصل بالطبع منهم أنتم قبلي، فهو أولا تواصل بين القناة والفنانين عبر العالم، وكذلك بين الفنان ومحب القناة. إذا فهو واجب. وشكرا على كلمة الإطراء. فنحن في البداية ونطمح للكثير لما هو الخير للجميع. وشكرا أخي على وكنتم فعلا جد صبورين، وتفهمتم مشاكل البث وكيف، فشكرا لكم. سنمر بالطبع إلى لوحاتكم المعبرة والتي دائما تختزل حب الوطن والشوق للوطن، لأن الوطن باتساعه فدائما نشتاق لبقعة من الوطن، فهناك طبيعة لا تعد ولا تحصى. في 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر قد نجد الصحراء، الجبل، السهل. فعلا جمال المغرب لا يوصف. وكذلك تعبيركم عن جمالية المغرب، عن حرارة ناسه وطيبوبتهم، سنمر بالطبع إلى
أعتذر بعد الوقت، سنمر بالطبع إلى لوحاتكم أو فيديو لوحاتكم. فشكرا الأخ على هذه الكلمات، شكرا لكل من تابع، ونترككم فعلا مع une mine d'or. Thank you.